قررنا النهاردة نختبر معلوماتكم الدينية في مسابقة جديدة بيقدمها تلفزيون الوطن لمشاهديه الكرام بمناسبة شهر رمضان المبارك. المسابقة برعاية عربيات إيجيبت الوكيل الحصري للسيارات كي جي إم الكورية في مصر. هنسألكم شوية أسئلة لها علاقة بالقرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. تابعونا. أول نبي قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ مش عارفة، أنا مش عارفة، متوترة جدا. سيدنا موسى. للأسف برضه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا للأسف. لا مش عارفة، لا مفيش أي اسم عشان ما ألفش بقى. سيدنا محمد. بسم الله سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو كان ربنا مسخر له الجن. فكر تاني. تمام ماشي، قربت. فكر تاني. ايوه ما انا عارف، سليمان، سيدنا سليمان. ايوه ما انا بقول لك، هو سيدنا سليمان لما بعت للملكه. مبروك حضرتك كسبت معانا يعني هديه النهارده عشان جاوبت على السؤال صحيح. صراحه حضرتك طيبه. اول نبي سيدنا ادم. قال بسم الله. اول نبي سيدنا نوح. للاسف برضو. للاسف. سيدنا محمد. للاسف. لا سليمان عليه السلام. صحيحة. ده الآية قرآنية فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مبروك حضرتك كسبت معينا الهدية دي بمناسبة يعني حضرتك جاوبت على السؤال، يعني حضرتك مشكور. شكرا لك.